عايز اطمنكم على اللعيبه النهارده، كانوا ما شاء الله كلهم طبعا، يعني حتى جونيور اجاي النهارده بكلمه قال لي خلاص انا قربت ان شاء الله ادخل مع الفريق. كل اللعيبه، مروان محسن كمان كلمته، حاجه جميله جدا. احمد فتحي ابو الرجاله كلها، ابو الرجوله كلها، احمد فتحي حاجه جميله جدا جدا. احمد فتحي كان زعلان مني عشان كنت انا جيت عليه شويه ايام ما كانوا بيقولوا احمد فتحي. طبعا لازم، هو انت يا احمد فتحي لما اعرف ان انت بتفكر او حد بيفكر ان انت تمشي من النادي الاهلي مش عايز نزعل؟ انا شخصيا انا يعني قريب كده ليك كمان. تخيل بقى الجماهير كلنا، طبعا مفيش حاجه اسمها تمشي من النادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها لعيب زي احمد فتحي او بحجم احمد فتحي. طبعا كلنا نزعل وكلنا نتضايق، لكن احمد فتحي فعلا طول عمري بقول عليه لعيب ب 100 لعيب ولعيب ب 100 راجل، وحاجه ما شاء الله عليه مع كل اللعيبه، كل اللعيبه بلا استثناء، حسام عاشور، وليد سليمان النجم الكبير جدا، كل اللعيبه، الشناوي، ازارو، اجاييه، السليه، يعني كل اللعيبه بلا استثناء، بلا استثناء كلهم نجوم وكلهم كبار وكلهم بمليون لعيب. لعيب النادي الاهلي دايما حاجه غير، دايما حاجه غير. مؤمن زكريا النهارده قابلته كمان، يا جماعه اللعيب لما تقابله غير لما حد يكلمك، غير لما تسمع، غير لما حد يكتب ان مش عارف مين بيقول حاجه. كله النهارده الاهلي والاهلي 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 والاهلي، مليون اهلي قالوا. فان شاء الله تطمنه، وان شاء الله كل اللي جاي ان شاء الله يكون في مصلحه النادي الاهلي. كل المسؤولين النهارده في النادي الاهلي كله شغال حاجه جميله جدا. انا لما احب اشحن روحي المعنويه كده واحب اكون مبسوط من جوايا قوي قوي قوي، بدخل النادي الاهلي. مجرد ان انا بحط رجلي في النادي الاهلي ببقى في مود تاني خالص، ببقى في حاله تانيه خالص. كل اللي بيدخل النادي الاهلي بيبقى مبسوط، وان شاء الله ربنا يديمها علينا نعمه ونفضل مبسوطين مع كل المحبين المخلصين جدا جدا للنادي الاهلي.